وصلنا دلوقتي لفقرة صنع في الأهلي. النهارده في صنع في الأهلي معانا واحد من نجوم الكرة السودانية والإفريقية، طبعا يعني صحيح ان هو مش من إفرازات قطاع الناشئين في النادي الأهلي، ولكن هو سوداني بصبغة أهلاوية، عطاء طويل مع النادي الأهلي وحقق نجاحات وإنجازات. محتاجين الحقيقة وقت طويل جدا جدا عشان اقدر اتكلم عنه. عنده خبرات اداريه وفنيه داخل اللجنه الفنيه للاتحاد الافريقي. نجم كابتن محمد عبد المنعم شطه اسم الشهره بتاعه طبعا، وهو واحد من اسماء الشهره المعروفه في تاريخ النادي الاهلي والكره السودانيه. ايضا الكابتن شطه كمان واحد من الكبار في الكره الافريقيه. خلينا نطلع نشوف كابتن شطه في صنع في الأهلي، وبعد كابتن شطة وصنع في الأهلي هيكون معانا النجم الكبير في الفقرة القادمة، النجم الكبير كابتن حمدي أبو راضي، وكلام هام جدا فيما يخص النواحي الفنية لفريق كرة القدم في النادي الأهلي. شطة شطة ماشي تلعب جوه المنطقة، برافو شطة بدماغه للطرفة. طبعا بداية كرة القدم دي يعني من 50 55 60 سنة، لما كنا بنلعب في الشارع، وبعدين ما كانش في أي توجهات إن أنا ألعب كرة قدم. أنا كان عندي ميول تانية، كان عندي جمباز في الموسيقى وأنا صغير، بلعب موسيقى هارمونيكا، بلعب فلوت. ما كانش اهتماماتي في الكورة إلا بعد 12 14 سنة، وبنلعب مع زمايلنا كده في المنطقة، وفجأة كده بقى لقوا في حاجات عندي بعملها في الكورة، بالرغم إن أنا مش متعلم أساسيات ولا حد دربني على الدريبلينج ولا على الزجزاجين والحاجات اللي فيها التدريبات اللي بيعملوها دلوقتي في مدرسه الكوره. فاحنا ما تعلمناش في مدارس، اتعلمنا في الشوارع. بس طبعا بعد كده لما بقى كبرنا يعني اتعلمنا الكوره على كبر. انا من الناس اللي اتعلمت الكوره بعد ال 14 15 سنه، ازاي اوقف الكوره وازاي ابقى بصيها. بس في حاجات سكيل موجوده لو عندك، مش محتاجه انك انت تبدايه من ورا. السرعه، اللياقه، الرشاقه، المرونه، دي لو موجوده التكنيك سهل جدا تتعلميه. الشوتينج، الكروسينج، الهيدنج، كل الحاجات السكيلز التانيه تقدري تعمليها. فالحمد لله بقى ايه، مع الوقت بقى وفي المدرسه طبعا كنت بلعب مع المدارس، منتخب المدارس، كنا على طول مدرستي على طول بتاخد البطوله، كنت متميز جدا يعني. وبعد كده طبعا لما دخلت بقى في الكوره النظاميه وجيت النادي الاهلي بدانا نتمرن بقى على الحاجات اللي فيها ايه خطط. ما كناش نعرف خطط في السودان، ولا كنا بنعرف نلعب يعني 4 3 3. وجه دكودي طبعا علمني العب ازاي ديفندر في النادي الاهلي، فبقيت يمكن اول ديفندر اتعمل في 4 3 3، نفذها بشكل مميز جدا من 73 ل 83. فدي كلها الحاجات دي بقى ايه هي اللي خلتني ان انا بدات كره القدم، ان انا يعني كان ليا سكيل معينه وليا تالنت. والحاجات دي من غير انك عندك حاجه جواك ما تدريش تطلعها الا بعد ما يشوفك مدرب كويس. فطبعا التحاقي بالنادي الاهلي ده كان في علم الخيال، يعني ما كانش في حد في الدنيا يتوقع ان انا اجي النادي الاهلي، ولا انا ولا اي حد ولا حتى الناس اللي كانوا بيعلموني الكوره ان انا اجي النادي الاهلي. وبصراحه اقولها لك بامانه مطلقه، يعني انا لما كان عندي 14 15 سنه ما كنتش بسمع النادي الاهلي، لان احنا كنا محصورين في قنوات محليه وكره محليه، هلال، مريخ، الحاجات دي. فمن النادر انا كنت مثلا بقرا في الجرايد مثلا حاجات معينه كده، لكن ما كانش عندي الاهتمام انه كابتن صالح سليم وكابتن رفعت الفناجيلي ولا اسماء يعني ومختار التتش. فبالتالي لما انا طبعا في جامعه الخرطوم كنت بلعب بطوله، وبعدين البطوله دي اسمها بطوله الجامعات في دار السلام، كان فيها كل جامعات القاره الافريقيه، والحمد لله فزنا بيها وانا اخذت افضل لاعب وافضل هداف. فبالتالي اول ما رجعت على طول خدوني في نادي في اسمه نادي التحرير، لعبت في نادي التحرير سنتين، وبعد كده انتقلت لمصر عشان ادرس هنا في جامعه القاهره. وحقيقه يعني القصه هنا هتبدا بشكل حقيقه مهم جدا. كان في قطب اهلاوي هلالابي، يعني هلال والاهلي، كان في واحد كل سنه يجي يتفرج على الاهلي ويرجع السودان، وكان هو قطب في الهلال، نادي الهلال. فعرف ان انا جاي هنا، فقال لك الله نلحق الشطه ده يروح بدل ما يروح الزمالك اوديه الاهلي. فجاي حقيقه وبعتني هنا اللي وقتها كان كمال بيه حافظ وسياده الفريق عبد المحسن كان مرتجي الله يرحمهم الاثنين. استقبلوني وقالوا لي انت بتلعب كوره؟ قلت لهم ايوه بلعب كوره.
اسمك شطه؟ قلت له ايوه اسمي شطه. الحقيقه ما كانش اسمي شطه، كان اسمي قرن شطه. يعني انا مش مسميش على الشطه، انا مسمي على القرن، لانه كنت زي القرن كده. فكانوا يقولوا لي قرن شطه، ولطيف كان يقول لك قرن شطه قرن شطه. في الاخر بقى ايه، القرن دي تقيله شويه، فتحولت الى شطه. فبالتالي الحقيقه دي كانت الحقيقه الطريقه اللي انا جيت بيها، انتقلت من جامعه الخرطوم الى جامعه القاهره كليه الهندسه. من 73 ل 83 اطلبت 11 بطوله، فيها كاس وفيها دوري. يعني الحقيقه دي فتره احتكار النادي الاهلي للدوري. خسرنا 2 كاس انا فاكر، وكسبنا بقى كسبنا كاس 78، اشهر مباراه تاريخيه لجيلي يعني، النادي الاهلي والزمالك 4-2 لو تفتكر، سنه 78. وبعد كده طبعا اخذت بطولات بعد كده مدرب بقى، واخذت بطولات مع 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 الفريق الاول انا والان هاريس، لما كنت سنه 93 و94 و95 خدنا 3-4 بطولات، بطوله عربيه وبطوله افريقيه وبطوله 2 دوري. حقيقه يعني ليا تاريخ كويس قوي في بطولات مع النادي الاهلي الحمد لله. النادي الاهلي كيان، النادي الاهلي ده انا حقيقه مش عايز اقول النادي الاهلي ده بيتي، لان هو انا تواجدت فيه اكتر من بيتي. يعني انا تواجدت في النادي الاهلي ده وحسبت عدد الساعات، انا بطلع 8 9 الصبح برجع 9 بالليل، فبتواجد فيه اكتر من بيتي. فبالتالي انا بعتقد النادي الاهلي ده بيمثل لي ان انا هو اللي خلاني بقيت في مصر، وما خرجتش من مصر بالرغم ان انا سوداني، لكن انا قعدت في مصر حبا في النادي الاهلي وبقيت فيه، وتزوجت الحقيقه منه في يعني انا مراتي عضوه في النادي الاهلي، يعني حد محظوظ انا لقيتها في النادي وتزوجتها، والحمد لله اولادي اهلاويه كلهم. فعشان كده ما حبيتش ان انا بعد ما خلصت الاتحاد الافريقي ان انا اروح اشتغل في افريقيا ولا اشتغل في الامارات ولا في الخليج العربي، فضلت ان انا برضو اقعد في النادي الاهلي، يعني الا ان يتوفاني الله طبعا الحمد لله. والله جماهير الاهلي دول طبعا هم الاساس، يعني لانهم هم اللي خلقوا الواحد شخصيه. بعد انا بفهم الكلام، انا من 1973 وانا بمشي في الشارع بيقولوا لي يا شطه يا شطه. دلوقتي بطلع من النادي الاهلي بقول بسمع برضو نفس الهتاف. دي حاجه بتمثل حاجات كبيره جدا للاعبين وللناس اللي موجودين. جماهير الاهلي هي اللي صنعت النادي، جماهير الاهلي هي اللي هتبقى هي كلها هي السند اللي موجود، جماهير النادي هي اللي بتحيي كل الناس، والناس اللي ماشيه في الشارع من النجوم دول كلهم اللي خلقوا من النادي الاهلي، اللي صنع هذه الشهره هي الجماهير. الناس دي كلها معروفه في الاعلام ومعروفه في كل حته، اللي صنعها هو الجمهور، فالجمهور ده هو كل حاجه، خلق لكل اللاعبين شخصيتهم، خلق لهم ادائهم، هو اللي بيرفع من مستوى النادي، هو اللي بيخلي كل الحقيقه البطولات اللي موجوده دي عن طريق حرص اللاعب انه عنده جمهور بيسنده قوي. دي نقطه مهمه جدا، لو لا كان في جمهور قوي بيسندك صعب جدا انك انت يكون عندك دوافع انك تكسبي بيها وتحاولي انك تحققي بيها بطولات. الجمهور هو الدافع القوي اللي يخلي النادي الاهلي هو النادي الاهلي منذ 1907 حتى هذه اللحظه بطل عظيم على مستوى العالم. الان اصبحنا بنقارن بريال مدريد وبرشلونه وليفربول ومانشستر يونايتد، وعايز اتكلم بقى بايرن ميونخ، اصبحنا في عداد الحقيقه. ودي حاجه طبعا صنعها اللاعبين النادي الاهلي من خلال جماهيره، والجماهير هي اللي رفعت اسم النادي الاهلي خفاقا عاليا في كل انحاء العالم. شطه شطه ماشي تلعبها جوه المنطقه، برافو شطه بدماغه الطبقه.